هذا يسمى مقبرة الحمام المجيد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدنا أبا منصور ما تريد؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا من حمى الله بكم عبائد أهل السنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا من جعلهم الله للأمة حصنا من الفتنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أولي التوفيق والفطنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا من اختاركم الرحمن لنصرة حقائق الإيمان وبيان مسائلها للقاسي والدان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا من اختاركم الله مع سيدنا أبي الحسن الأشعري لبيان حقيقة مسألة الصحابة والتابعين وتابعيهم في الاعتقاد والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دركم المؤمنين وتركم متعدون غدا معجلون إن شاء الله بكم لاحقون، رحم الله مستقدمين منكم مستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. السلام عليكم يا أهل لا إله إلا الله، من أهل لا إله إلا الله، كيف وجدتم لا إله إلا الله؟ اللهم بحق لا إله إلا الله اغفر لنا ولمن قال لا إله إلا الله.